الجمهور ما زال ينتظر فيديو أسامة اللي تم تصويره بقطر قبل فترة مع عدد من اليوتيوبرز اللي من بينهم نارين بيوتي ونور ستارز وغيث مروان وأنس وأصالة. واستغرب الجمهور من كل هذا التأخير، فأسامة أعلن عنه قبل فترة طويلة، ورغم أن الفيديو صار جاهز لم ينزل لحد الآن. أنس وبيسان أعلنا رسميا عن إمضائهما لعقد مع شركة نتفليكس العالمية، وذلك لتصويرهم لفيلم كانوا ممثلين فيه. ألف مبروك لأنس وبيسان. نارين بيوتي رجعت تتفاعل من جديد على ستوريهات انستغرام، فنزلت امبارحها الستوري اللي شاركت فيه صورة طفل صغير وعلقت به قررت أتزوج وأسس أسرة، وشاركت ستوريهات ثانية وهي عم بتحضر للطلعة. أما شيرين بيوتي فشاركت هالستوريهات وطلبت من المتابعين اقتراح لها دولة أوروبية لتسافر لإلها قريبا جدا. حبايبي للي ما بيعرف، اليوم تم توقيع العقد تبع فيلم نتفليكس زي ما انتو شايفين. هاي العقد تبعي وهاي العقد تبع بيسان، أكيد مع المديرة الكبيرة الفنانة نور. هذا ممكن يكون فخر كتير كبير لنا انه احنا عم نتعامل مع نور وكمان مع نتفليكس. هنعمل شيء كتير حتنبسطوا فيه وإلنا طبعا الفخر، كتير مبسوطة. طبعا هاي اهم نقطة رح تكون بحياتنا، لانه رح تصير حياة تانية، رح تقلب حياتنا حياة جديدة، فانتظروا القادم معظم بإذن الله.